هنري كاسنجر في مقالة نشرها موقع The Spectator قال إن أمريكا وأوروبا تحديداً أمام مفترق طرق حاد شأن مفترق الحرب العالمية الأولى. إلى أي مدى ممكن أن تتفق مع هذا الطرح؟ لا شك بأن هذه الحرب في أوكرانيا إذا ما لم يتم معالجتها ووقف القتال هناك قد تمتد وقد تطول إلى ربما سنوات. إذا هناك منح سياسي يجب على الدول أن تتبعه فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الوجود الروسي في أوكرانيا، الغزو الروسي هو الذي تسبب في كل هذه الأمور. روسيا في هذه الحرب خسرت الكثير من المعدات العسكرية، ولم يبقى لديها كما يقول المحللون هنا إلا عدد قليل من الصواريخ مثلا البالستية، لذلك ترغب في أن يكون لها مراكز أخرى لصناعة السلاح، تشتري مثلا من إيران الطائرات المسيرة، تشتري الصواريخ من كوريا الشمالية، وهناك مصانع للأسلحة في بيلاروسيا. تريد روسيا أن تكون هذه أن تصنع هذه مصانع الأسلحة لروسيا. لذلك الاجتماع الذي حصل اليوم تم الاتفاق عليه منذ أيام قليلة، عندما اجتمع مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس بوتين وقرروا على أن هناك حاجة لأن تكون بيلاروسيا محارب فعال في هذه الحرب ضد أوكرانيا، وأن يستفيدوا من صناعة السلاح هناك. ولوكاشينكو سوف يعطي السماء أو سوف يسمح للروس بأن يديروا هذه المصانع لإنتاج الأسلحة لمصلحة روسيا.